hope you are doing well. It's been so long from my last video. I'm so sorry for that. السلام عليكم جميعا وأتمنى أن تكونوا بألف خير. معذرة على هذا التأخير. Well, our lesson for today, it's about present simple or simple present, يعني المضارع البسيط. الدرس اليوم عن tense الأول، يعني الزمن الأول في اللغة الإنجليزية، وهو المضارع البسيط أو بما يعرف simple present. أول شيء يعني معرفة يعني متى يعني نستعمل هذا الزمن. يعني قلنا يعني في فيديو سابق كنت قد تحدثت عن simple present، ولكن كان يعني حديث في عجالة، ولكن اليوم سنقوم بشرح هذا الزمن. كما قلت يعني هذا الزمن نقوم باستعماله للتحدث عن real fact, habits. يعني real fact يعني هي الأشياء الحقائق يعني الواقعية، والhabits يعني العادات. هذا هو استعمال يعني simple present، نستعمله في هذه الأشياء للتحدث عن هذه الأشياء، يعني إما عن الحقائق أو عن العادات. ثاني شيء يعني ما هي قاعدة يعني التي نستعملها في هذا التنس؟ قاعدة هي جد بسيطة. لدينا الفعل يعني basic form of the verb، يعني عندما نقول مثلا to play، هذه هي هذا هو الverb to play. إذا ما أردت استعمال simple present فإنني أقول I play. هنا the basic form of the verb هي play، يعني هي الفعل في صيغته العادية I play. You play. ولكن عندما نصل إلى he she it، يعني في تلخيص he she it، هنا يتغير الفعل. يعني لدينا basic form of the verb plus s، basic form of the verb plus s. وعندما نقول الاس فليس فقط اس، عندما نقول اس هنالك افعال نضيف عليها اس، وهنالك افعال نضيف اي اس، وهنالك افعال نضيف اي اي اس. معذرة. سنرى الافعال التي نضيف عليها اس. مثلا عندما نقول play he she it plays، he plays, she plays, it plays. I eat, you eat, he eats, she eats, it eats. ولكن عندما أريد إضافة es، ما هي الأفعال التي نضيف عليها es؟ هي الأفعال التي تنتهي ببعض الحروف، يعني تكون في الآخر، يعني في آخر الفعل نجد حرفين، يعني double consonant. يعني إما أن تكون هذه الحروف متشابهة أو مختلفة. لدينا مثال watch ينتهي ب ch، نقول he watches, she watches, it watches. finish ينتهي ب sh، he finishes, she finishes, it finishes. الأفعال التي نضيف عليها ies يعني es المعروف بالفرنسية.
وباللغة الإنجليزية فنقول IES. لدينا مثال study. study ينتهي ب Y وقبل يعني before this vowel يعني هي Y we have a consonant يعني لدينا حرف اللي هو ال consonant D يعني دائما إذا ما كان الفعل ينتهي ب Y وقبله consonant نزيل ال Y يعني ونأتي ب IES نضيف IES للفعل يعني study تصبح he studies أو she studies it studies يعني هنا الأمثلة المتعلقة بالأفعال التي تتغير فكما قلنا نستعمله للفاكتس أو هابتس يعني عندما أقول هابتس فشيء مثلا بالمعتاد يعني سأعطيكم مثال I wake up at 7 o'clock I have my breakfast and I go to school أو يعني هنالك أنواع من التلاميذ لدينا مثال هو الأول I wake up at 7 o'clock I have my breakfast and I go to school ولدينا مثال يعني يستيقظ يأخذ شاور الفطور ويذهب I wake up at 6 o'clock in the morning I take my shower I have my breakfast and I go to school يعني هنا habits ولدينا اختلافات كل شخص لديه عاداته الخاصة عندما نتكلم على real facts يعني حقائق the sky is blue يعني لماذا استعملنا is لأننا نتحدث عن السماء السماء فإذا ما عوضنا the sky سنعوضها ب it it is blue أو عندما أقول water freezes at 0 degrees Celsius الماء يتجمد في درجة حرارة صفر يعني water freezes عندما يعني استعملت freezes بال ES يعني إذا ما أخذنا الواتر سنعوضه ب personal pronoun it وكتذكير الأفعال التي تنتهي كذلك ب Z نضيف عليها ES في ال he she it التي تعد the third singular person يعني هي الضمائر الثلاثة المعروفة وشيء الخاطئ الذي يظنه البعض هو أن عندما نضيف الاس في هذه الضمائر الثلاث يعني يظن أنها جمع plural هي ليست جمع فقط نتحدث هنا في المفرد singular هي نتحدث عن هو she هي و it للغير العاقل يعني للأشياء وللحيوان أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم هذه النقطة الآن سنتحدث عن نقطة أخرى في هذا التنس وهي الـ questions فعندما نريد استعمال يعني الأسئلة في الـ present simple نستعين بالـ auxiliary verbs يعني كما هو معروف الـ auxiliary verbs هي to be, to do, to have, will هذه الأربعة يعني will to be, to do, to have هذه تسمى auxiliary verbs يعني أفعال مساعدة يعني تدخل في تكوين الأسئلة وبعض الجمل مع بعض الأفعال سأعطيكم مثال فعندما أريد استعمال question في present simple يعني سأقول مثلا سأسأل شخص مثلا إذا ما كان يتحدث اللغة الإنجليزية مثلا أو اللغة الفرنسية والإسبانية يعني ما أريد لا يمكن أن أستعمل السؤال بهذه الطريقة You speak French
هذا ليس بسؤال وليست بصيغة صحيحة، يعني الـ questions. عندما نريد السؤال نستعمل do. Do. Do you speak French? Do you speak French? وفي الجواب yes I do. Affirmative. وعندما يكون الجواب بالnegative form نقول no I don't. Do you speak French? Yes I do or no I don't. يعني نستعمل short answer، يعني لا نبحث عن إطالة الجواب. لا يمكن أن أقول yes I do speak French، لا داعي لذلك. وممكن أن أستعمل هذه الصيغة يعني في جملة للتأكيد. مثلا أنا أقول I speak French، يعني أنا أتحدث الفرنسية أو أتكلم اللغة الفرنسية، يعني للتأكيد سأضيف دو في الجملة. I do speak French، يعني أنا أؤكد هنا أنا أتحدث يعني اللغة الفرنسية يعني بالتأكيد. I do speak French. والnegative form يعني نضيف not وليست not. Not. I do not speak French، يعني أنا لا أتحدث اللغة الفرنسية. وعندما نريد استعمال سؤال ب he or she or it، هنا لدينا فخ. فكما قلنا في هذه الضمائر الثلاث نضيف الاس على البيزك فورم اوف ذا فيرب، يعني للفعل. عندما اقول مثلا he speaks French، he speaks French، يعني هنا جملة بسيطة يعني عادية. عندما أريد استعمال السؤال بهذه الجملة he speaks French، يعني سأحضر do، ولكن لن أقول do he speaks French، هذا خطأ. سأقول does he speak French، يعني إذا ما لاحظتم does he speak French، يعني الاس لم تعد في الفعل speak، يعني الاس أخذها do، يعني أصبح does. Does he speak French؟ وهنا does ينتهي بالفاول اللي هي الأو، نضيف عليه كذلك es. Es. يعني هنا أردت أن أعطيكم القواعد مقسمة، يعني كما قلنا في simple present لدينا basic form of the verb plus s, es or ies. وإذا ما أردت negative form سأقول he doesn't speak French. هنا لدينا التصغير يعني كما هو معروف يعني contraction، يعني نقوم بدمج الأوكسيلري مع النيجاتيف فورم مع الفيرب، يعني لنصغر الصيغة أو النطق في الكلام، يعني does not تصبح doesn't. Does not doesn't. Do not don't. Do not don't. يعني عندما أقول is not isn't، I'm not I'm not، are not aren't، يعني هذه هي الصيغة. وكتذكير فقط فالأفعال التي نضيف عليها es تنتهي إما double consonant يعني the same consonant، يعني حرفين متشابهين في الآخر، أو حرفين مختلفين different consonant، أو z أو O، يعني أفعال التي تنتهي بهذه السياق نضيف عليها ES، ولكن في ثلاث ضمائر والتي هي يعني third singular person he she it
هي شي ات، هي شي ات، يعني اذا ما دمجناها مع بعض هي شي ات بلس فيرب بلس اس، هذه هي قاعدة السيمبل بريزنت. وكما قلنا نستعمله في ريل فاكت يعني للحقائق، اور هابيتس يعني شيء نقوم به يعني دائما في المعتاد. والكويستشن نستعمل دو اور داز، ودائما في الجواب استعمال شورت انسر، اي دو اي دونت، هي داز هي دازنت. يعني اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، اطلت عليكم بعض الشيء ولكن اخبرتكم هنا بجميع الاشياء التي ممكن ان تعرف يعني ان تتعلموها عن هذا التنس، يعني هذا الزمن الذي هو السيمبل بريزنت او بما يسمى في اللغه العربيه المضارع البسيط. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا اللايك والشير والكومنت، اكثروا من اللايك والشير والكومنت يعني لتدعموا القناة، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس. شكرا لكم، ألقاكم إن شاء الله في درس جديد قريبا إن شاء الله، وأعتذر من جديد على هذا الغياب، وإن شاء الله سأتدارك الموقف وسأقوم بإنزال دروس يعني لتستفيدوا منها يعني في اللغة الإنجليزية. شكرا، ولا تنسوا أنني أحبكم في الله، إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله. Goodbye.